من يقول كل من عصى الله فهو مشرك بالله لأنه قد اتبع هواه. لا، ما هو كل من عصى الله فهو مشرك. الشرك شيء والمعاصي شيء آخر. نعم، المشرك عصى الله، لكن ما كل معصية فهي شرك. كل شرك فهو معصية، وليس كل معصية شرك. نعم، ينبغي يفرق بين هذا. نعم.